التكييف عبارة عن دورة مية بتطلع على الألياف الكرتون، فكل ما كانت درجة المية دي ساقعة كل ما كان الكرتون ده يعدي منه الهواء يطلع من هنا يديني ايه؟ هواء ساقع. هواء ساقع تمام. فأنا اخترعت التلاجة الإلكترونية اللي هي دي، اللي هي الصغيرة اللي راكبة هنا دي. دي وظيفتها ان هي بتبرد المية اللي جوه التكييف، دورة مقفولة وسريعة. فبالتالي المية في دورة مقفولة، دورة تبريد، طول ما انا مشغل التكييف عمال ايه؟ المية تسقع اكتر. فبالتالي انا مش محتاج ان انا احط فيه تلج، والهواء بقى معايا بينزل برطه كل ما انا مشغله. يعني لو شغلته دلوقتي مثلا على 20 يفضل ينزل معايا لحد 17 18. في ناس بتطلب مني ان انا اعمل لهم مثلا ستوب عند درجه معينه، فبعمل لهم سنسور يكتب له الدرجه، مثلا عايز التكييف ده يبقى 20 يكتب له 20 يكتب له 20، يجي عند ال 20 يفصل درجه الحراره تعلى يجي شغال تاني لوحده. هفرج حضرتك دلوقتي الفكره وهو شغال. كمان معدل فيه هنا شاشة، الشاشة دي بتقيس لدرجة البرودة اللي طالعة قد إيه. طب وده ما بيتأثرش بدرجة الحرارة العالية قوي؟ يعني إحنا بنمر برضو بأيام كده التكييفات العادية ما بتجيبش كمان أصلا. يعني التكييف عبارة عن فانة بره بتطرد الهواء السخن، وفانة جوه بتطرد الهواء الساقع. الفانة اللي بره دي بتسخن بسخونة الهواء، فممكن التكييف يتأثر ويتحرق. صحيح. لكن ده ما فيش أي ضرر فيه، لأن ألياف الالياف دي بتنزل عليها المايه بترطبها، فعمر الالياف ده يطول، ما يتضرش زي التكييف العادي. وكمان التكييف العادي بيعمل احتباس حراري في الجو. احتباس حراري لانه بيطرد هواء سخن على الجو بره. صحيح. الاحتباس الحراري ده ضار للبيئه، لكن ده صديق للبيئه، ما بيعملش اي احتباس حراري. طيب ورينا بقى كده. اتفرج حضرتك وهو شغال. الزرار ده بيتحكم في درجه البروده. ايوه. يعني انا مثلا عايز ازود درجه البروده قد ايه، فبظبطه مثلا كده. طب ما انت ممكن تيجي الناحيه دي بس عشان الكاميرا. تمام. تجيب ايوه. يعني الزرار ده كده انا بتحكم في درجه البروده. تمام. ده انا ده تعديل برضو انا عامله، ازود البروده اللي طالعه اقلل كده. احنا شغلناه كده، هو شغال دلوقتي. دلوقتي الحراره وصلت ل 20 كده. وهيبدا يقل طول ما هو شغال. الحراره بتقل. بتقل اكتر. دلوقتي وصلت ل 19. نزلت ل 19 شويه، كمان يوصل ل 18. فبالتالي الهواء اللي طالع عندي بقى ساقع. فالجهاز ده دلوقتي ادى قيمه للتكييف الصحراوي. طبعا. بدل ما هشتري تكييف غالي، لا انا ممكن اجيب التكييف اللي هو الصحراوي واعدله يديني نفس نتيجه التكييف العادي واحسن. حلو قوي. احنا ممكن دلوقتي وصل ل 18 18 درجه نزل. ان انا حاليا انا مش عامل له ستوب عشان افرج الساده المشاهدين. انا عند مرحله معينه ممكن اوقفه، يعني مش بظبط درجه الحراره من هنا بس كده. انا كفايه لحد الدرجه دي ستوب بس كده. وممكن اعمل له شاشه ديجيتال الدرجه اللي انا عايز اعمل لها عندها ستوب.